غير حيرغى يا خويا الامر مسهرغى على ابوغى صدق ما تلام حق الله يساعده. صاح الحسن يا عباس روح اخبر بني هاشم زينب يم ابوها تريد خل تتفرق الوادم. راحت الناس اجت زينب لابوها تصيح عسى يا والد سالم تنوح ونار امد زيد عسى يومك يا ابويا بعيد يتامى نصير قبل العيد. ابونا بهالشغر مجتول غايد دغر رايد وحيدر من سمع زينب تبشي صاح سكتوغه او مثل ما كنت باريها اريد انكم تباروغه. هاي مخدرة تدرون بالذلة تخلوغه اخاف الكربلة ترحون اريد بزينب توصون عليكم ما اقول يهون بديار الغرب زينب حرمة وتظل وحد غم. ثم نادى ولده ابا الفضل بناي ابا الفضل في رواية تروى عن الامام سلام الله عليه الإمام الحسن يقول لما دخلت زينب طلب أبي أخي العباس لما طلبه نظرت في الغرفة في الدار ما رأيت خرجت إلى صحن الدار رأيت العباس جالسا جلسة الحزين واضعا رأسه على ركبته باكيا يقول اللهم شافي أمير المؤمنين. دنا منه قال أخي عباس ولم جلست هنا ولماذا تجلس في صحن الدار؟ قال سيدي أنتم أمكم فاطمة وأنا أمي خادمة أنتم عند المولى أمير المؤمنين فكيف أتجرأ؟ قال إن أباك أمير المؤمنين يدعوك يقول أخذ بي حتى أوصله فجثى عند أبي جثوة العبد بين يدي المولى. قال تقدم فلما تقدم وكانت زينب في رواية قيل له يا أمير المؤمنين إن زينب لم تفطر في هذه الليلة جاء باللبن إليه أمر أن يؤتى إليه باللبن جيء باللبن إليه قال بني اشربي بكت قال بني اشربي حتى أنا أشرب ازداد بكاء وقسم علي غاب أم غاب شربت بأبي وأمي ثم أخذ يدها ويد ولدي العباس يقول أخذ يد زينب بيمينه وضعها بيد أبي الفضل قال بني غابي وصيتي عندك يا عباس يا لبغاي حمل شاد أي شيدك صوتك يا عباس أنا بغاي حمل شاد أي شيدك أمانة وردة ودعها يا أبويا من إيدي الخدر غول الضعال لو صار انت الحارس نريدك
من حين السمع عباس يقل أمرك يا لوب على الرأس وخل تسمع جميع الناس تراد بشار بزينب وفن حد ليصل حد غم. لكن في مثل هذه الليلة اشتدت حالة أمير المؤمنين يقول فعند ذلك زادت اللوام هل يلبون أمس بشدة. والله وجرح الذي براسه مضي دم يا بو السم والسم لعيد جسمه تعدم اي والله وبروح اشوف يلوج وحده لو انك يا ابو محمد تجعد ترانا بذل نعيش بعد. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بحق ليلة أمير المؤمنين وليالي القدر إلهي بحق هذه الليالي الرمضانية ومصيبة أمير المؤمنين عندنا مرضى خاصة المريض المنظور نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء بحق سيد الوصيين. نكرر الآية أيضا أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج ويعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان وأن يحفظ مجاهدينا ومقاتلينا والذابين عن بيضة الإسلام في عراقنا الجريح شماله وجنوبه بأتم صفاته ولغاته. اللهم احفظ علماءنا خاصة مراجعنا العظام مراكزنا حسينياتنا مشايخنا الإخوة الحضور من مشايخنا الكرام القائمين والعاملين لنصرة مذهب سيد المرسلين والأئمة الطاهرين. طبعا الوقت لأنه قليل فعدنا برنامج فاتحتنا للمرحوم الحاج علي عبد الحسين المسعودي أخونا العزيز الحاج أبو حسين المسعودي توفى بالعراق وكان يعاني أيضا الأخو الظاهر الأكبر هو يعاني من أمراض وتعرف الوضع الصحي والأمور اللي بالعراق يعني مع التقصير اللي كان فكان متوجها دائما بالدعاء ويدعو له المؤمنون. فالحمد لله التحق بهذه الليالي وليلة الظاهر بدر التي حظى بالسعادة بها فنسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الليالي أن يحشره مع محمد وآل محمد وأن يعطي أهله الصبر والسلوان خاصة أخونا أبو حسين المسعودي الله إن شاء الله يفرج عنا ويعطي الصبر. وكذلك نذكر إخواننا خاصة أخو الحاج ووالد الدكتور فنسأل الله سبحانه وتعالى
أن يجمعهم بمحمد وآل محمد. نشكر سماحة شيخ أزهر وشيخ عباس والحضور الذين قدموا من قريب ومن بعيد، فبالنيابة عن الأخ الحاج حسين المسعودي نشكر الجميع. شاكرين المولى سبحانه وتعالى، وأن أبدل الله سبحانه وتعالى هذه الكآبة وهذه الأحزان في عراقنا الجريح إلى أفراح وإلى أيام سعيدة بنصرة مقاومينا ورجوعهم سالمين غانمين إن شاء الله إلى بيوتهم وإلى أوطانهم. فبالنبي وآله وإلى من اجتمعنا لروحه الطيبة ولشرف مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه بالنبي وآله، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآله.
أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. في مثل هذه الليلة من عام 40 للهجرة نادى جبرائيل عليه السلام بين الأرض والسماء، تهدمت والله أركان الهدى، وانطمست والله نجوم السماء وأعلام الهدى، وانفصمت العروة الوثقى، قتل ابن عم المصطفى، قتل علي المرتضى، قتل الوصي المجتبى، قتل سيد الأوصياء، قتله أشقى الأشقياء. عظم الله لكم الأجر أيها الموالين. أترككم وسماحة الشيخ أحمد الأنصاري فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أمرنا من له حاجة قلدنا الدعاء، شفاء المرضى، فكل أسرى، أموات الحضور، تعجيل الظهور، رفع الهم والغم عن مقدساتنا، خاصة في النجف، في كربلاء، في الكاظمين، في سامراء، في العراق، في لبنان، في إيران، في أفغان، في الخليج، في الحرمين الشريفين، حفظ شيعة البحرين، حفظ مقام سيدتنا ومولاتنا زينب ورقية، حفظ شبابنا، فتياتنا، عوائلنا، مراجعنا، علمائنا، حسينياتنا، مراكزنا، مجاهدينا، الذابين عن عراقنا الجريح ومقدساتنا. نسأل الله أن يتم لهم النصر بأسرع ما يريده الله سبحانه وتعالى، ويرجعون إلى بيوتهم سالمين غانمين من هذه الهجمة البربرية على مقدساتنا وعلى أوطاننا. أن يكون إن شاء الله بنصرة مجاهدينا وبنصرة مدافعينا، خاصة في العراق اليوم، في البحرين، في شيعة القطيف إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، أمواتي وأمواتكم، على شرف صاحب الولاية وحامل الراية أمير المؤمنين يعسو بالدين علي بن أبي طالب سيف الله الغالب، وللإخوان من له حاجة قلدنا الدعاء، شفاء مرضانا جميعا، إعطاء إن شاء الله الذرية الصالحة في هذه الأيام لكي يكونوا من الموالين لأمير المؤمنين عليه السلام. الإخوة الذين يستمعون لنا عن خط الإنترنت، اللهم احفظهم وأيدهم
واقضي حوائجهم واستر عليهم واحفظهم من كل شيء ورين بحق محمد وآله الطاهرين. والفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله وعلى آلك المعصومين الميامين الطيبين الطاهرين لا سيما كان للرسول ولدا وللقرآن سندا وللإسلام عضدا وللشيعة كفا ومعتمدا صبط الرسول وقرة عين بتول الغريب بلا ناصر شهيد العراق الضامي بين النهرين مولانا ومولى الكونين أبا عبد الله حسين يا حبيبي يا طبيبي يا نور عيني يا ابن أمي يا السلام على سيد الأوصياء السلام على ولي السلام على اسم الله المضيء ونوره الجلي يا صوب الدين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين
بالصبطين الحسن والحسين. السلام على سيف الله الغالب علي بن أبي طالب. خل الدموع تسيل في الخدين، خل الدموع تسيل في الخدين، وابكي على المولى أبي الحسنين. ابكي الذي شاد الكتاب بفضله، من شيد الإسلام بالسيفين، من صال في بدر وأحد سيفه، والنهروان وخيبر وحنين. سل خيبرا تخبرك عن صولاته، في حصنها إذ كان أرمد عيني. يوم الهرير وكيف أدى فرضه، متوجها لله في الصفين، متوجها لله في صفين. ابكي وسل المصطفى خير الورى، بمصيبة قد عمت الدار، صوتك يا عيني دار تضج بها الملائك ضجة، والحور فيها تلطم الخد. يا عيني دار بغا يبكي الزكي لفقده، وتبعث شكوى زينب لحسين، وتقول وويلا يا خف أنينه، وياي وتقول وويلا ويا خف أنينه، عرق الجبين وأغمض الخدين. فأجاب غايا أختا زينب، إننا من والدي سنعود صفر يدي. غمض عيون المرتضى ومدد الرجل، والله غمض عيون المرتضى ومدد الرجل،
وظل ينتحب يما الحسن وينوح له، وزينب تنادي والدمع بالعين غدرا يا والدي نقصيت عيش بشغرهم، يا والدي نقصت عيش بشغرهم ضاع، شنقول صيحا من فجد دحي البيبا من ضربة الطاق وراسا جسم نص بويا، فلا يبطل بعد فقدك حنيني بويا، ولا يسجين علي بعد والله ناونيني، الدغر فرق يا نفيل بينك وبيني، وهدم يا بويا مجبل ايامي. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبه في هذه الساعة كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه وأرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث حول الإنسان والزمان والمكان، كلما ارتقت هذه الصفات في شخصية أو في وجود من الوجودات، هذا الإنسان ما يظل بس بالأرض، بل إنما يكون إنسان سماوي أو تنظر إليه السماء. لهذا عدنا إحنا موضوع أو عدنا آية بالقرآن الكريم تشير إلى الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقولون بعض العلماء يقولون الشعائر كثيرة، كل شيء يرتفع به الإنسان لمعرفة الدين ومعرفة التوحيد هذا شعيرة. الشعيرة شنو هي؟ الشعيرة العلامة، كل علامة يرتفع بها الإنسان يزيح بها شيء من جهله من ظلمات الوهم من ظلمات الأخطاء يسمونها شعيرة. زين، بعض العلماء قالوا هي كل شيء صحيح شعيرة، لكن أكو شعائر الإنسان إذا قصر بها أو إذا تجرأ عليها الشارع المقدس ما يقول له شوف هسه أنت مثلا صلاة الليل ما تصليها، ما حدا يجي يجبرك، ما يضربوك، ما يقتلوك. زين، لكن أكو بعض الشعائر لا، التخطي أو التعدي عليها أو عدم الإتيان بها تضر. وهذه الشعائر يقولون إحنا لما شفنا على الطرفين على المايلتين على المايلين بها هذا الشيء، لهذا هذه خصصت والآية تقصد هذه الشعائر. شنه من شعائر أو شنه من أمور؟ وحدة منهن الزمان، وحدة منهن المكان، وحدة منهن الكتاب أو القول، وحدة منهن الشخص. وهذه تشوفها في هذه الأيام وفي أمير المؤمنين عليه السلام لما ارتفع شأنه في كل شيء، أتذكر
عندنا أحد الأساتذة توفى رحمة الله عليه العلامة الجعفري. العلامة الجعفري من شراح نهج البلاغة، هو أخصائي بالعلوم العقلية بالعشق الإلهي، عنده تخصص بالعشق الإلهي بالحب الإلهي. يعني بعض الأحيان يروي بعض الأشياء من الأمور الطبيعية. هو مرة يروي رواية يقول كنت نازل على منطقة بجنوب إيران في جسر على كارون، على نهر كارون بالأهواز. يقول أنا رحت هناك يوصفون لي على أنه الجسر هذا موقعيته وكذا. يقول أنا ماني مهندس ولا إلي غرض، لكن الجو أخذني منا مي وقصب، ومنا جسر، ومنا الجو يعني أخذني مأخذ عجيب غريب. فأخذت كلما أحدق وكلما أنظر فأرى شيء يعني كأنما الوجود كله هنا صار قدامي، أريد أشوف من إلهي هذا المي وهذا الجسر وهذا الكذا. يقول أريد أن أفرق ما في قلبي. جئت إلى واحد شايب كبير بالعمر يتصيد السمك، جئت إليه أريد أصرخ، أريد أعبر عن مشاعري. قلت له انظر يا أخي إلى جمال الله، ألم تنظر إلى جمال الله؟ هذا ريال خلي له سنارة شصة ذابة ويريد يطلع له سمكة. يقول اطلع بي هيك، قال لي شيخ مجنون ما شايف. يقول مرة أخرى شال المكان ماله راح، رحت لبس أصرخ، قال سبحان الله، الله اليوم بلاني في شيخ مجنون. يعني بعض الأحيان الإنسان ما يعرف كيف. هذا الشيخ هذا شارح نهج البلاغة، الشرح ماله جدا شرح لطيف وجدا شرح موصل، يوصل الإنسان إلى أهداف غالية. شوف شي يقول، يقول في قوائم عندنا لمن يريد أن يتعلمها أو يتخذها لنفسه مغنما، أربع أشياء عندنا. هذه الأشياء بأي جامعة يروح، بأي حوزة حتى يروح، ما يحصل عليها إلا في شيء واحد، بجامعة كان، بالبيت كان، بالحوزة كان، إذا تابعها. شنو هاي؟ يقول سيرة علي بن أبي طالب. عجيبة سيرة علي بن أبي طالب. اشتطي سيرة علي بن أبي طالب. يقول سيرة علي بن أبي طالب هي من أعظم الشعائر، شعيرة لا مثيل لها. يقول أنت تريد تفهم القرآن ما راح تفهمه حتى لو قرأت عليه تفسير، اقرأ سيرة أمير المؤمنين راح تندمج بتفسير القرآن. لهذا يقول سيرة علي بن أبي طالب عليه السلام تجب على كل إنسان يريد أن يتعرف على هدف سامي وغالي ويحصل على هذه الأركان في نفسه، سواء لها أم لغيره أم بمعرفتها لغيرها. الأولى يقول لا يحصل الإنسان على معرفة الإنسان الكامل إلا بمطالعة ودقة في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام. أنت تريد تعرف الإنسان ياهو؟ تعال اقرأ جمعت في صفاتك الأضداد. الخوارج لما اجوا وخلوا السيوف عليه وما يخافوا من سيوفهم، لكن آل محمد، لكن الأبو ما يجي يقول لعد ابنه والله أخاف أنت مثل ما يقول يعني ترميني أو شيء. يقول له زين أبوي أعطيك الوقت مثل ما يقول، يلا شو تريد أنا ساكت، والله أنت شو تسوي. الخوارج لما جروا السيف وقالوا قل لمالك يرجع وإلا قتلناك وقتلناهم، ما هم ذاك الكو جاءوا إذا هيك يقتلون خو ما كانوا شادين عليك، ليش ما صاروا 12,000 و20,000 طحنهم طحن ما ظل منهم إلا سبع نفرات أو تسعة في رواية. لما صارت المسألة المشورة قالهم يا عمي خداع، حق يراد به باطل، رفع المصاحف مو شرط، أنا القرآن ناطق وهذا القرآن الصامت. كثير من عندنا لما نجي نقول زين من بعد ليش ما سوى، ليش ما راح لعد معاوية، ليش يعني أكو أشياء الإنسان يغفل عنها، الإنسان ما يعرفها، الإنسان ما يدقق فيها. وكثير من عندنا زين أمير المؤمنين قالوا للخوارج خو رجع خود إنه بيجدد على الكرة على معاوية. يقول لي أنه تعاهدت كتب العهد، ذول الثنين هذا الشيطان وذاك طايح الحظ، ذول الاثنين اللي كتبوا هذا خلع شال عمامته او خلع الخاتم من يده.
أبو موسى الأشعري زين، وذاك إيش سوى؟ ذاك هم ركبوا الخاتم أو خلى عمامته على رأسه ونصب معاوية. ذول تكاتبوا ولا بد من الالتزام. إيش كتبوا لعد سنة هدنة بيناتهم ذول الجماعة؟ بس رجعوا قالوا له اطلع بينا على، قال عمي أنا مسوي هدنة، الهدنة إحنا ما، قالوا له أتخالف الله ورسوله؟ قال لهم لا ما خالفت لا الله ولا رسوله، الله متكاتب مع المشركين بهدنة وما انت ما تقر بالخلافة لعد نفسك، احنا تريد. قال محمد الخلافة، قال وين مسحت الخلافة منك؟ قال رسول الله مسح كلمة رسول الله منك، انا شو اسوي بالله؟ يعني شوف ال... ف امير المؤمنين عليه السلام في سنة 40 عند استشهاده جهز الجيش لانه خلصت المهادنة مع معاوية، ما راح سأل هذا وذاك والله خلصت شو نسوي بالمسجد. كان قال من أراد أن يلتحق بي فليلتحق فإني جاهز للحرب مع هؤلاء الطغاة أو مع طاغية بني سفيان. زين، فكثير من الزوايا أو من الأمور اللي موجودة سواء في أخلاقه سواء في سيره سواء في طبعه سواء في أموره نحن لم نعرف عنها، كتب في حقه. وهذا أحمد بن حنبل يقول دققت وحققت من كتب الأولين فيما كتب فيه أصحاب رسول رب العالمين، فوالله ما رأيت أكثر كتاب أو أكثر كتابة وتأليف مثل ما كتب لعلي، فما رأيت وهو يغير يقول لقد حققنا رأينا أكثر من 2000 كتاب بس في حق علي أو شخصية علي كتبت. صاحب مذهب هذا، صاحب كتاب وتأليف هذا اللي يقول ليش؟ يقول بقية الأصحاب ما شفت واحد منهم كتب له هذا الشيء. يقول وكلما كتبوا مع الخفقان الموجود ومع التغطية الموجودة، والمشكلة المشكلة يقول له الأحباء يخفون ليش للخوف، والأعداء يخفون ليش للبغض، وبين هذا شاع ذكره أو اسمه في الخافقين. الخوارزمي يقول تعجبت لمن كان يتلفظ بكلمة علي ليس له بداية إلا قطع اللسان، فخشوا أن يدب في فكره فقطعوا عنقه فشالوا الاسم كله. لكنما بعد التحقيق، وأنا أذكر لكم في كتابي هذا أكثر من 200 اسم لعلي بن أبي طالب من مؤيديه وموافقيه ومحالفيه وممن عاداه من معاهديه ومبغضيه، فوالله رأيت له أكثر من 1000 اسم حازت أسماؤه. شوف هذه مو حكاية يعني قوترها، يقول كأسماء الله التي عرفنا عليها أو عرفنا رسول الله بها بالعدد. ها يقول الله مو نقول عنده 1000 اسم، كأنما الله راد يضاهي هل إنسان الشريف هل المخلوق العجيب بالأسماء بالعدد الاسم على عدده. أمير المؤمنين شيء مذهل، شيء عجيب غريب. زين، لهذا يقول هذا الشيخ الجعفري العلامة الجعفري رحمة الله عليه، يقول سيرته تنبئك عن معنى الإنسانية. قالوا له رسول الله، قال ذاك خارج الإطار، ذاك غاب قوسين أو أدنى تنوا واخترابا من العلي الأعلى ليت شعره، ذاك غير. طيب لا تجيبه رسول الله لا تجيبه، لكن احنا نقول ما علمه رسول الله، علم 2 وفهموه فاطمة وعلي، ما حد بعد فهم. الحسن والحسين هذول أخذوا، هذا من جد أخذ، هذا من أبوه أخذ، وأخذهم مو مثلي أنا وأنت، لكنما بالفاظ لم يسبق أحد، لم يسبق أصلا، ممنوع يمنع هذا الأمر. أنت شايف واحد يقول رسول الله على فراش الموت فيأمرني أن أدخل، أن أدخل رأسي من جيبه من قميصه، يشيل القميص زين ويقول لي ادخل رأسك، كله يذكروها، مو أنه بس عندنا احنا، لا
زين. يقول لما أدخلت رأسي فأخذت أقبل وأصعد، وهو يقول لي أصعد أصعد حتى وصلت إلى صدري الشريف قبلته، ثم قال أخرج رأسك من زيجي أو من جيبي من نانا. يقول أخرجت رأسي فهمس بأذني، همس شقد هاي وين الزمان؟ هذا الزمان المقدس، هذا سرعة النية اللي هسه اليوم قاعدين حتى غير المسلمين حتى غير المتدينين بالدين السماء يذكروها بلحظة واحدة تكون في كل مكان. هاي حتى عند الشيطان موجودة بالعلوم اللي أخذها. فكيف إذا تجي لعد الرحمن؟ كيف إذا تجي لعد المؤمن؟ كيف إذا تجي لعد أهل البيت عليهم السلام؟ كيف إذا تجي تأتي إلى من يقدسه القرآن؟ يقول لك تريد الإنسان الصحيح، هذا الإنسان علي بن أبي طالب عليه السلام. زين. فهمس بأذني فعلمني، تعلمت من أو علمني أو فتح لي ألف باب. كثير من عندنا بس نقول باب يعني هذا الباب، وس هذا الباب هم صحيح، يعني الباب لما يأتي هو الحاجز بين الشيئين، بين ما أنت فيه وما لم تكن فيه. هذا الباب، أنت ما كنت بالمجلس، برات الباب لما انفتح الباب شفت المجلس، حضرت بالمجلس، المجلس غير البرة. كيف إذا كانت مجالس العلوم؟ كيف إذا كانت؟ فعلي بن أبي طالب عليه يقول همس بأذني فانفتح لي ألف باب، من كل باب ينفتح لي ألف حرف، من كل حرف ينفتح لي ألف باب بلحظة واحدة. ألف بألف مليون، مليون بألف مليار. يا اللي سوي، يا اللي فهمه، يا اللي عنده إذن هيج، يا اللي عنده سمع، هذا السمع لمن يكون؟ لهذا سيرة أمير المؤمنين، تعال شوف أنت عنده بالكلمات القصار 480 كلمة من اليوم، اقرأ لك 5 أو 10 منهن وتميز، يهب الله اللي تناسبك. اليوم علماء النفس يقولون بس نهج البلاغة إنه يداوي ويشافي، مو بس المضام النفسية، التعب النفسي، حتى الاجتماعي، حتى الحالات الأخرى. كثير من أساتذتنا قاعدين يشتغلون على هذا الباب، شيء عجيب غريب. الأمر الثاني يقول هذه مطالعة هذا الإنسان توصل الإنسان إلى الخليفية الإلهية، إلى الخلافة الإلهية. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما تعلم. الخلافة الإلهية اللي الله سبحانه وتعالى انطاها لعد الإنسان، يقول إذا واحد يريد يعرفها يأتي إلى الإنسان هذا، يأتي إلى أمير المؤمنين. اللي يجي لعد أمير المؤمنين يعرف معنى الخلافة الإلهية شنهي، يعرف معنى الاستخلاف التوحيدي شنهي. واللي ما يجي ما يقدر. تريد تعرف خلافة الله؟ تعال شوف. شو قلت لك 10 سنين 8 سنين عمره وإجا عرض علي الإسلام أو عرضه علي رسول الله، قال لي أتسلم؟ فإني بعثت. زين. وهذه الصورة التي نزلت علي، قلت له دعني أشاور أبي. هذا ترى مو معنى أنه لا ما أقبل، أنت الأمين، أنت الصادق الأمين. يقول له ليش بس أنا؟ أمير المؤمنين يقول ففكرت ليلتي أو أحييت أو أسهرت ليلتي حينما قال لي رسول الله ففكرت، قلت إن أبي، إن الله سبحانه وتعالى لما خلقني لم يشاور أبي، فكيف إذا أريد أن أقبل عليه أشاور أبي؟ مو مالت واحدة منا. لهذا الخلافة الإلهية يقول من قرأ ودرس كثرة الأخبار أو الحالات التي تكون في الأخبار اللي عندنا إياها لعد أمير المؤمنين، إذا واحد ما يكون جاهز إلها ينكرها من شدتها وكثرتها، بانت العقول إلى الإنكار لها. ليش؟ لأنه يقول لك مو معقول. ليش؟ هو ما شايف. لا، اقرأ السيرة، انظر إلى السيرة، وانظر إلى القرآن.
مو هذول الخوارج واحدة من الأسئلة اللي قالوا له أنت تقلع الذولي جماعة عمرو بن العاص وموسى الأشعري أبو موسى تقلهم فانظروا في القرآن واعطوني حقي أو اجعلوني أنا لهذا الباب. قال له أنت عندك شك؟ قال لا ما عندي شك، لكن المين ينظر للقرآن لا يعرف حقي. وهذول مو جهال يعني باصطلاحهم، هذا شيطان، هذا شو اسمه عمرو بن العاص. فد واحد يعني مرة دزل معاوية طوح حقوقه، شال الكيسة قلبه طحن الدنانير، واحد من الدنانير كان ماهل قد شوية مثل ما يقول يعني مار علي الزمان. قال له عند المحاسب، قال له تعال هذا بدلي. قال له عمي شو يعني، والدينار دينار شو بدل لك يعني، هسه واحد يعطيك 100 دولار زين شوية رايح الزمان عليها من سنتين ثلاث ويعطيك معاها مثلا، تقول له هاي بدل، يقول لك ليش يا 100 دولار 100 دولار. قال له لا انا بعد معاوية دين صافي ما في غش، لا يغشني. شوف وين بعت معاوية دين صافي لا يغشني، ما اريد حتى بهذني انه اغش واقول ان هذا حتى لو الدينار دينار، بس اريد ان الدينار نظيف جديد. بايع دينه بالمرة، عليه من باع دينه بشو باع دينه، يدري وش مسوي، يعرف ماذا